مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة الرقوبة. كيف كتشوفوا حملة أمنية في هذه الأثناء كيقوم بها عناصر فرقة الدراجين هنا بمنطقة الرقوبة. الدراجات اللي مكتوفاش على الأوراق القانونية كيتم النقل ديالها بواسطة سيارة الجر إلى مركز الشرطة. تابعوا معنا مباشرة على قناة شوف تيفي. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش الأوراق القانونية أو الدرجة فيها شي تعديل على مستوى المحرك أو موضوعة في مكان غير قانوني، عزيز اش المزيني قال لك اللاطة، بالفعل اللاطة او موضوعة في مكان غير قانوني كيتم النقل ديالها بواسطة شاحنة الجر في هذه الاثناء الى المحجز البلدي. إذن كيف كتشوفوا عدد كبير من الدراجات اللي كيتم النقل ديالهم في هذه الأثناء، هانتوما كتشوفوا بواسطة شاحنة الجر. من طرف رجال الأمن إلى المحجز البلدي. إذن الحملة مستمرة بمنطقة الدياب والنواحي والمحيط ديالها. كيف كتابعو مباشرة على قناة الشعب قناة شوف تيفي. بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، حملة أمنية كيقوموا بها عناصر فرقة الدراجين بمنطقة قنفة على الدراجات المعدلة أو اللي تتوفر التي لا تتوفر الأوراق القانونية أو الموضوعة في مكان ممنوع غير مسموح به، كيتم النقل ديالها بواسطة شاحنة الجر كيف شفتوا مباشرة على قناة شوف تيفي. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، وإلى مباشر آخر بإذن الله.